عموما يعني احنا دائما بنسمع الليزي كيك، لكن ليزي كيك زهريه او ورديه اول مره بسمع فيها. وبما انه احنا هذا الشهر شهر التوعيه ضد سرطان الثدي، عم نشوف كل شيء زهري، فقررت اليوم الشاف هديل الجمل اللي دائما بتفاجئنا باشياء غريبه اليوم تعملنا ليزي كيك ورديه. صباح الخير. صباح الورد. الله يجعل ايامك كلها ورديه شاف هديل. انت كمان. يعني كيف يعني ليزي كيك ورديه؟ ما فهمت. ليزي كيك وردي، هلا احنا متعودين ليزي كيك بيكون شوكليت، بيكون صح. كاكاو يعني. اليوم صراحة هاي الوصفة وصفة صديقة إلي مبدعة جدا بمجال الطبخ، هي بالسعودية. أوكي. واسمها سناء، سناء حجازي، بوجه لها تحية، هلا أكيد تحضرني. صباح الخير يا سناء. استأذنت منها عشان أخذ هاي الوصفة، وصفة بتجنن كثير زاكية عشان شهر التوعية. يلا خلينا نشوف. يلا نشوف المقادير. عشان شهر التوعية. يس. شفتي والله إني أنا ذكية زي هذيك المرة البوق اللي أعطيتينا إياه. مزبوط. اللي عليه كمان أيضا الشعار. طيب هلا الوصفة كثير سهلة وبسيطة، مكوناتها كمان بسيطة وموجودة بكل بيت. عندنا نص كوب حليب سائل، بتقدر تستعملوا كامل الدسم او خالي الدسم او قليل الدسم، يعني كل حدا حسب رغبته. باكيت جيلي بنكهه الفراوله عشان يطلع اللون البينك. هلا بتقدروا تعملوا هاي الوصفه بعده الوان حسب لون الجيلي اللي انتم بدكم اياه. اوكي. بس احنا اليوم طبعا بينك. سكر ملعقه كبيره وثلاث ملاعق من السميد. هلا الوصفه الاصليه لسناء كانت العكس، ثلاث معالق سكر ومعلقه سميد. انا لازم العب يعني واحط لمسه، فقلبت عشان تكون نكهه الحموضه تبعت الجيلي مبينه يعني. اوكي. طيب وما فيها كثير سكر لانه الجيلي اوريدي فيه سكر. بالضبط، عشان هيك خففت السكر. تمام. طيب هلا اول شيء هون على النار رح نحط طنجره، رح احط الحليب، رح احط كل المكونات اللي عندي. طبعا عندنا بسكوت اكيد. اوكي. هي اهم شيء بهاي الوصفه البسكوت، صح؟ اكيد هي بتعتمد كلها على البسكوت. هلا رح احط السكر، رح احط السميد والجلي، رح اخلطهم كثير منيح. شوف ما احلى لونه دائما، والريحه والطعم ما رح يعني ما رح اقول لك رح تذوقي انت. حاضر. بقولها لهديل، بقولها لا انا سكر بلاش. فبتقولي لا ما بصير، لازم تجربيها هاي الوصفه. فخلص انا ما بفشلك. طيب رندا رح تساعديني. اكيد. رايك حركي بس عبل ما اكسر البسكوت اللي عندي. تمام. البسكوت انا ما بحب اكسره كثير ناعم لانه مع حراره الجيلي والمكونات اللي عندي بتفتفت شوي، بتفتفت وبيدوب. فانا بس رح اكسر. لا انا بحب اطلع مع هديل، هديل تخليني اساعدها. هديل انت بتفضلي الاشياء الحلوه ولا بتفضلي الاشياء المالحه؟ انا مع الاشياء المالحه، بس الاشياء الحلوه ما بحب الاشياء الحلوه العربي، يعني مع انه مطبخنا العربي بجنن. انا بحب الوصفات العربيه. انا بحسهم صعبين كثير. وغير انه صعبين، هو فكره القطر انا مش كثير صحبه معاه عشان كثير سكر. فانا بفضل الاشياء اللي فيها بسكوت، اشياء بارده، السكر بقدر اتحكم فيه اكثر يعني. لا انت ما شاء الله عليك محافظه على حالك كمان. والله باكل يعني. بتاكلي؟ باكل كثير منيح. جد؟ اللي بيعرفوني بيعرفوا قد انا بحب الاكل، بس الحمد لله انه ما ببين. ما شاء الله جينات كويسه. الحمد لله. لا واحنا عم نشوف كمان قديش هلا صار في تركيز على الصحه، وقديش الواحد صار يهتم بهذا الموضوع. فحتى يعني احنا بنقول زي ما قلتي مثلا انت صعدتي عن السكر حطيتي معلقه واحده لانه عارفه مثلا جالو حلو. ما بنقول ما حدا ياكل حلو، ما حدا لا يعني لازم يعيش، بس يعني نعمل خفف قدر الامكان. صح. احنا عم نفتفت البسكوت. انا رح اخذ كمان بسكوت. يعني لازم يغلي او شيء هديل ولا بس هو تقل يتقل. هو بتقل عبل ما يبطل فيه هذا السائل موجود. تروح اللزوجه تماما. تروح اللزوجه. هي قربت. قربت. عموما هي هيك. اوكي. بعرفش اذا رح يبين كمان عندنا على الشاشه. لا بلفه. ما بعرف اذا مبين هلا هيك، هو لسه بده كمان. لا بقول لك كنت الطباخين بتخرب الطبخه. لا والله لا ما خربت، ما خربت، تجنن.
على ما خليكم تدوقوها. يما الريحة لازم تدوق ريحة يعني. جرب هاي. هاي بس الجلو وسميد وسكر صح؟ حليب. جدا. والسكر مش كتير. لا مش كتير حلوة الصراحة. بس هيك فيها نكهة مش عارفة كيف اشرح لكم. فريش. زاكي كتير. زاكي كتير. كل بيسألني زاكي بقول لهم زاكي كتير. اوكي. اوكي. هينا. يعني قرب. هلا. أنا هون طبعاً نقدر نلف الرولات إما بالورق سلوفان أو كياس النايلون تبعت التفريز. أنا بفضل النايلون التفريز طبعاً. أنا يعني قسمته من النص عشان يطلع أطول. أوكي. هذه إحنا تقريباً معنا 4 دقائق. خلص خلص. إحنا خلصنا تقريباً. أوكي. لينا وهالة بقولوا لك منورة. شكرا. هناء كمان شكرا كثير لك يا هناء. وهاني سالم ولين هاشم ومحمد ابو محمد ايمان عبد الله حسين فسفوس سناء الحوامدي ايمان عبد الله نسرين زياد العمري امل الرواشدي معاد حتامله ام عمار وام حمزه ومحمد نسور. شكرا كثير لكم جميعا. اوكي هلا هي بدها شوي اكثر كمان وقت بس ما في مشكله. هلا انا راح احط الخليط اللي عندي. احنا بالعاده بنستنى شوي يفتر عشان ما يكون كثير سخن ما يدوب عشان الوقت. بس عشان الوقت فراح احط الخليط اللي عندي هون. دائما حتى الكيك هديل مثلا بنقول احنا خليها تبرد شوي عشان نقطعها ما تتفتفت. كل هدول الاشياء. اوكي هلا بنخلط. نخلط المكونات كثير منيح مع البسكوت. طب هديل قد ايه بسكوت حطينا؟ هلا انا حطيت تقريبا نص باكيت بسكوت. بسكوت الشاي السادة. طبعا انتم بتشوفوا حسب الخليط كيف قد ايه متماسك معاكم بتقدروا تزيدوا وتخففوا. البسكوت انا زي ما قلت لك ما بحب كثير افتفته عشان لما ناكله بس يبرد نحس بالقرش تبعت البسكوت. ما بتحبي تشتش؟ لا بالعربي العام بالضبط. هلا في ناس بتحب تكتر بسكوت اكثر في ناس بتحب تكتر الميكس اكثر صح؟ فكل صح بس هو انه لازم يكون على الاقل قادر تشكليه لانه اذا كترتي بسكوت بصير ناشف كثير وبيبطل يتماسك ببطل يعطيني هذا الرول كام يعني زي ما انا بدي. اوكي هيك انا عندي الخليط ممتاز. هلا انا راح احطه على النايلون اللي عندي. بس نرجع منذكر نستنى الميكس كله يبرد قبل ما نفرغه يعني على الأقل يكون فاتر مش سخن كتير بس هو حتى هيك يعني بزبط إذا حدا مستعجل كتير. طبعا بده من 2 لـ 3 بالفريزر يكون جاهز للأكل. صراحة لطيف مثلا إذا حدا عنده عيد ميلاد إشي فيه ثيم معين لون معين نقدر نلعب فيه بالجلو اللي عم نحطه صح؟ طبعا انا اختي لما عملت عيد ميلاد لبنتها كان الثيم هيلو كيتي وعملنا كل شيء بينك فكانت هاي واحدة من الوصفات اللي عملناها. كيف مريحيتهم كثير هديل طبعا يعني وهي بتساعد يعني هي بتحب الطبخ كمان كمان. اوكي انا راح اجيب جلاس عشان على فكره لسه الناس لليوم بيسالون عن كيكه اللبن اللي عملتها معنا. يعني طب عملوها في ناس عملوها صراحه عملوها وبعثوا لي صور فانا مبسوطه طبعا. اوكي هلا رح نشكلها زي الرول وكمان هذا النايلون رندا بيساعد لما بنشكل مش زي السيلفر لانه ممكن السيلفر احنا عم نشكله ينمزع معنا. والله بيني وبينك انا بستعمل سيلفر فول فبدي اتعلم منك. هاي اسهل حتى وانت يعني لو مش لابسه جلوبس وما بدك تلفي ايديكي ببساطه بتقدري مجرد انه تعملي هيك بتقدري تشكلي زي ما بدك. بالورق السلوفان مش كثير بتقدري تتحكمي انه بهالطريقه. اوكي بنلفه وبعدين بنحطها بالفريزر. بالفريزر صحتين عم سوري وهي النتيجه النهائيه.
هدي الجمل سلم ايديك يا رب. ايديكي. يعني انا متاكده انه كثير ناس رح يجربوها لانه وصفه سهله كثير. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكي. وزي ما قلنا يعني انت عملتي زهر عشان شهر التوعيه ضد سرطان الثدي. شكرا كثير لك هديل. اهلا. اذا رح ناخذ فاصل وبعد الفاصل رح نواصل بقيه فقراتنا. خليكم معنا.